هنا في هذا المكان تجتمع سواعد الخير من مختلف الشرائح والفئات في أول أيام رمضان للعمل التطوعي من خلال إفطار الصائمين. في إطار النشاطات الخيرية لفوج نور الصادة تابع لقدماء الكشاف الإسلامية لهذا الشهر الفضيل، في كل يوم من أيام هذا الشهر تبدأ عملية التحضير لتقديم وجبات ساخنة لكل فئات المجتمع، يعني لناس مقيمين أو غير مقيمين، وحتى لرواد الطريق السريع أو المرضى. لا يقتصر عمل هؤلاء فقط على إفطار عابري السبيل، بل يتعداه إلى فئات أخرى من المجتمع. الإفطار في هذا المكان، يعني في المكان المقابل هناك، وأيضا ما إضافة إلى الوجبات التي تقدم على مستوى طريق السيار ومرافق المرضى ووجبة السحور. طريقة عملهم تنقسم إلى جزئين. تبدأ العملية من الصباح في وقت باكر، تأتي المجموعة المسؤولة عن الطبخ مع الطباخ لهذا المكان وتبدأ عملية التحضير، وفي المساء يأتي جميع الأشخاص المتطوعين لهذا المكان لنقوم كما تشاهدون بتحضير هذه الوجبات وتقديمها على المستوى الطريق السيار شرق غرب، وأيضا على مستوى المستشفيات لمرافق المرضى. منذ سنوات دأب فوج نور الصدى لقدماء الكشافة الإسلامية على هذا العمل الخيري. العمل التضامني والعمل الخيري والعمل الجواري هذا هو مبدأ من مبادئ الكشافة. الكشاف يساعد الغير، الكشاف يدعاون، الكشاف من مبادئه من خصاله أنه يقدم الخير للناس. فعلى هذا كبرنا على هذا التعاليم وعلى هذه الأسس، فكان العمل التضامني تاع رمضان محطة لازم منها. فبهذا على هذا السبيل ومن باب خدمة وتنمية المجتمع درنا هذه الحملات وهذه المشاريع التضامنية. مشروع فوج نور الصدى يعتبر عينة ويعتبر نموذج بالنسبة للأفواج المتواجدة على المستوى الوطني. عندنا أكثر من 400 فوج على المستوى الوطني كلهم يقوموا بنشاطات الله يبارك، هذا يعتبر عينة منها. فيه عدة مشاريع خيرية اللي راهي تقدم في خدمة الصائم، في خدمة ضيوف الرحمن. يحاول القائمون على العمل جذب كل الفئات للتطوع في إفطار الصائمين. واستقطبنا ناس من خارج الإطار الكشفي، معنا ناس من الرياضة، معنا ناس من المساجد، معنا أبناء أحياء، معنا ناس خارجين ما عندهم حتى انتماء جمعوي أو انتماء، جاءوا تطوعوا معنا. والأكثر من هذا أننا استهدفنا فئة الناس كانت دائما تشير لها بصبع وتقول هذو الناس ما يسمحوش، هذو الناس عيانين، فئة جانبة الإجرام، فئة جانبة المخدرات. شفنا ناس هذوما خيرناهم وجبناهم معنا باه يخدموا معنا وموجودين معنا. هذو الناس صح في حياتهم العادية كانوا غلطوا وبالك راحوا في طريق منحرف، ولكن حبينا نبرزوا فيهم الجانب الخيري، الجانب الإيجابي، حتى نعاودوا ندمجوهم في المجتمع، حتى الناس اللي تقول هذاك اللي عيان لا هذاك مليح وهذاك هو يدير الخير في رمضان وراه قايم على المشاريع الخيرية وراه موجود. بهذه الطريقة نعاودوا ندمجوهم ونفعلوهم ويكونوا إن شاء الله الناس اللي يبنوا الوطن تاعهم مش الناس اللي يهدموا الوطن. الملفت للانتباه هؤلاء الأطفال الذين يشاركون بحماس بعد انتهائهم من الدراسة مباشرة يحضرون إلى عين المكان. عمري 14 سنة، جيت لهنا باش نعاون هذه الجمعية وندير شوية دعوة. أنا جيت لهنا نعاون مع جمعية نور الصادة باش نديروا إفطار الصائم، وثاني كنا نخدم المستشفى. كي نكمل الدراسة ديالي نجي لهنا نكمل نعاونها. قداش عندك من سنه وترك العمل الخيري؟ لا هذا العام الاول. هذه اول بدايه لك في العمل الخيري؟ نتمنى ان شاء الله تواصل في العمل الخيري ان شاء الله. رغم الصيام الا ان النشاط والحيويه بادئ على وجوه هؤلاء المتطوعين من خلال الحرص على تقديم وجبات افطار تليق بالصائمين. كما راك تشوف هنا هذو كاع ولاد حومه ما شاء الله، كل يوم عندنا فوج يجي لهنايا والحمد لله، وربي ان شاء الله يقدرنا وان شاء الله تكون في ميزان الحسنات. هنايا من الكبير للصغير، هاولي من الكبير حتى الصغير هدايا، والحمد لله وقاعد ننشطوا في الخير. في الخير ما فيش وقت خونا، ما فيش وقت وما فيش لاج. الخير اللي يقدر على الخير غير يديره. قبيل الاذان يبدا المتطوعون بشحن الوجبات في السيارات لتوجيهها للاماكن المعنيه بتوزيعها.
نقدموا وجبات إفطار للناس العابري السبيل، نقدموهم في مرافقي المريض في المستشفيات. عندنا تاني نقدموا في طريق السيارة شرق غرب لأصحاب الشاحنات. الهدف تاع هاد العملية باش نقصوا من حوادث المرور اللي رانا نشوفوا عندها في وقت الإفطار، تكون الحوادث المرور كثيرة. نحن فوج شهيد محمد تماوس الكشفي كان بحي بنت رحال لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية. عملنا عمل تطوعي، نحن يعني نعمل معنا فوج نور الصدى في إطعام عبر السبيل، يعني تلاحم بيننا في إنجاح هذا النشاط لشهر رمضان الكريم. من بين هذه الأماكن الطريق السيارة شرق غرب، أين تعطى إشارة الانطلاق من طرف القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية. احنا اليوم هنا في طريق السيار شرق غرب في منطقة بن طلحة بالذات، أعطينا الانطلاق الرسمي تاع العمل التضامني تاع رمضان لكل أفواجنا على المستوى الوطني. بعدها نعود لحضور إفطار عابري السبيل في جو تضامني وخيري وأخوي، يعكس ملامح التضامن والتآزر والتآخي بين الشعب الجزائري في هذا الشهر الفضيل. الحمد لله، إن شاء الله رمضان هذا يلقانا كل عام حنايا بخير، والحمد لله الجماعة طلعت فينا، رانا خدامين هنا كل واحد منين جا يعطونا لي بارتوانا كما لازم الحال، وإن شاء الله نقولوا نكونوا خوة مسلمين إن شاء الله. إن شاء الله تفرك على خير إن شاء الله. يفطر هؤلاء ويغادرون، ليبقى بعض المتطوعين لتنظيف المكان والأواني معا والتحذير ليوم جديد لإفطار الصائمين.